القرآن كله في توحيد الله جل وعلا، من أوله إلى آخره كله في التوحيد. وذلك أن القرآن إما أن يكون ما فيه خبرا عن الله جل وعلا وعن صفاته سبحانه وتعالى وعما يستحقه جل وعلا من توحيده بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله ونحو ذلك، فهذا واضح في أنه في توحيد الله جل وعلا. وإما أن يكون ما فيه خبرا عن أنبياء الله جل وعلا وعن رسله وعن قصصهم، فهذا خبر عن أهل التوحيد وما جعل الله جل وعلا جعل لهم في الدنيا من الأحوال والعاقبة، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإما أن يكون، وهو القسم الثالث، أن يكون أمرا ونهيا، أمر بأداء الفرائض ونهي عن ارتكاب المحرمات، وهذا في حقوق التوحيد ومكملاته، لأن من وحد الله جل وعلا أطاع الله في أمره وانتهى عن نهيه وتخلص من داعي شهوته وهواه. والأمر الرابع خبر عن الأمور الغيبية وما يحصل بعد الممات من النعيم والعذاب ومن الجنة والنار ومن الحبور والسرور لطائفة ومن العذاب والنكال لطائفة، فهذا جزاء الموحدين وهذا جزاء المشركين.